بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 16 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات، أختنا عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل فضيلتكم الشيخ صالح عن قراءة الأذكار في الصباح والمساء في جماعة، هل هو من الإسلام؟ بحيث يكون هناك إحدى البنات تقرأ الأدعية ونردد نحن أهل البيت من ورائها، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قراءة الأذكار المشروعة في الصباح والمساء وغيرهما مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب وفيه خير كثير. والأمر الله تعالى بذكره كثيرا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وذكر الله فيه حياة القلب، قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكن ذكر الله لا بد أن يكون من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يكون الذكر على الصفة المشروع. وليس من المشروع الذكر الجماعي، الذكر الجماعي هذا بدعة ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله لم يأمرنا أن نذكره ذكرا جماعي، بل أمرنا أن نذكره كثيرا من غير أن يقيدنا بجماعة أو بحالة معينة، بل كل يذكر الله على حسب ما يتيسر له وفي الأحوال المناسبة من غير ارتباط بجماعة أو بصوت جماعي أو بتنغيم أو غير ذلك، وإنما هذه سمة الصوفية. وكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعلى المسلم أن يذكر الله لما تيسر من الذكر في التسبيح والتهليل والتكبير، ولا داعي للارتباط بصوت جماعي. كل يعرف أن يقول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر بدون أن يرتبط بجماعة أو بملقن، لأن هذا مما يسره الله سبحانه وتعالى. فالارتباط ذكر الجماعي في الصباح والمساء هذا من البدع المحدثة، وهذا لا يكون فيه أجر وإنما يكون فيه الإثم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذكر الجماعي بدعة ومحدث وضلالة وليس فيه أجر. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، تقول انتشرت مقولة تقول إن الرجل الذي لا يتزوج للمرة الثانية فهو آثم وليس مقيما بسنة أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول أيضا وعندنا رجل تزوج للمرة الثانية وهو أخ ملتزم في الدين ووالدته قالت له إنني غاضبة عليك ولم أرضى عنك ولا تحضر وفاتي، والسبب أنه تزوج للمرة الثانية وهو يقول أنا لم أغضب ربي ولم أفعل حراما، فليس عندي شك في أن ما فعلته مباح. يجهون حول هذه القضية جزاكم الله خيرا. أما الزواج امرأة ثانية وثالثة ورابعة هذا إلا أباحه الله بشرط أن يقوم بالعدل بين الزوجات في النفقة والسكنى، والنفقة والسكنى والكسوة وما يتطلبه النفقة بالمعروف. فمن كان يستطيع أن يقوم على الزوجات بالإنفاق والإسكان والكسوة والقسم بينهن بالنبيذ فإنه يباح له أن يتزوج امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا أمر إباحة. وأما أنه مستحب فهذا لا دليل عليه، فهو من المباحات التي أباحها الله سبحانه وتعالى، ومن فعله فلا إثم عليه ومن تركه فلا إثم عليه، بشرط كما ذكرنا أن يستطيع العدل الذي أمر الله تعالى به، وهو العدل في المعاملة والإنفاق والمبيت. أما العدل في المحبة وميل القلب فهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، مراد بذلك العدل في المحبة، لأن محبة القلب ليست في يد الإنسان وإنما هذا الشيء يجعله الله سبحانه وتعالى. وأما أنك تزوجت بأخرى وغضبت عليك والدتك فهذا فيه تفصيل، إن كنت تزوجت امرأة صالحة وليس عليها لا حرج في دينها وعرضها فلا حرج عليك فيها، لأنك عملت عملا مباحا لك وليس لوالدتك عليك الاعتراض فيه. أما إن كنت تزوجت زوجة غير مناسبة تسيء إلى والدتك أو أنها غير ملتزمة عليها ما أحد في دينها أو عرضها فلوالدتك الحق في الاعتراض، وأنت تكون عاصيا لها في هذا الأمر، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تطلب المسامحة من والدتك. فالحاصل أن اعتراض والدتك على زواجك بامرأة أخرى فيه تفصيل، إن كان ذلك بسبب أن المرأة التي تزوجتها تسيء إلى والدتك أو أنها غير مستقيمة في دينها فلوالدتك حق الاعتراض وأنت تكون عاصيا لذلك. أما إذا كانت المرأة مستقيمة وليس منها شر على والدتك وإنما هو بدافع غيرة النساء فلا حرج عليك في ذلك، وبإمكانك أن تقنع أمك وأن تترى الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا تسأل عن قضية هذا الرجل فأجبتم جزاكم الله خيرا تسأل، ولكن لها سؤال، تقول عندي ولد في سن السابعة من عمره يحب دائما أن يسمي بي ويكون إماما، وأنا ألبي رغبته في السنة كسنة المغرب وسنة العشاء مثلا، فهل هذا العمل صحيح؟ نعم، الإمامة النافلة جائزة،
وقضي الذي بلغ السبع سنين صلاته صحيحة، وصح إمامته إذا كان بلغ سبع سنين فإن إمامته تصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا صلى بك راتبة بعض الفرائض بعض الأحيان فلا بأس، لكن يداوم على ذلك فلا يجوز، لكن يفعل بعض الأحيان ويكون في هذا تدريبي هذا الطفل على الصلاة أيضا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه، يقول: هل يجوز الحديث في المسجد بعد الصلاة أو قبل الصلاة مثلا إذا لم يقم المؤذن الصلاة، أي أننا منتظرين وننتظر أيضا بقية الناس؟ جزاكم الله خيرا. نعم، انتظار الصلاة في المسجد هذا أجر عظيم، ولن ينتظر الصلاة يكون في الصلاة كما جاء في الحديث، بمعنى أنه يكتب له أجر المصلي، ولا يليق بمن في هذه الحالة أن يستغل بالكلام الذي لا فائدة منه أو في أمور الدنيا. قد جاء في الحديث أن المسلم إذا كان في انتظار الصلاة فهو في الصلاة، والملائكة تستغفر له، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يتكلم أو يحدث. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع علي أحمد عبد الله السائف يسأل ويقول: هل يجوز ذبح الكبش الذي يكون في شهر ذي الحجة مثلا شهره السادس، علما بأنه سمين، بعكس بعض الصبيان التي تكون في الشهر الثالث ولكن لا يظهر عليها أثر السمن؟ جزاكم الله خيرا. والمقصود من هذا السؤال الأضحية، جزاكم الله خيرا. نعم، يجوز ويجزي ذبح الخروف الذي بلغ 6 أشهر فأكثر، ويجزي في الأضحية، لأن هذا هو السن الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضعن. فإذا بلغ الخروف أو الشاة 6 أشهر فإنه يجزي في الأضحية إذا كان سليما من العيوب. وكذلك المعز إذا تم له سنة ذكر له أنثى، فالمعز اشترط أن يتم له سنة ولا يجزي ما دون السنة. الحاصل أنه لا بأس بذبح الخروف الذي تم له 6 أشهر إذا كان سليما من العيوب، وأنه يجزي في الأضحية. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: إذا كان شهر ذي الحجة هو الشهر الثالث إذا ما تمر 6 أشهر في يوم العيد وما بعده إنه لا يجزي. المهم أنه إذا جاء يوم العيد يكون له 6 أشهر أو ما بعده إلى اليوم 13، يعني إذا تم 6 أشهر في هذه الأيام يجيز ذبحه فيها. أما إذا كان ما تم 6 أشهر ولا يتم إلا في آخر شهر ذي الحجة أو بعد اليوم 13 من ذي الحجة فإنه لا يجزي. بارك الله فيكم. هل تجوز قراءة القرآن الكريم بصوت مرتفع في المسجد بعد الأذان أو في خارج وقت الصلاة؟ نعم، يجوز تلاوة القرآن بصوت مرتفع إذا لم يشوش على المصلين أو التالين الذين بجانبه يتلون القرآن أو نائم في المسجد. إذا ترقب على الجهر بالقراءة أذية للحاضرين من المصلين أو القارئين أو اللائمين أو الذين في درس من الدروس، فإنه بقوله لا يجوز الجهر بالقراءة، لأن هذا يترتب عليه أذى للآخرين. أما إذا لم يترتب عليه أذى للآخرين فالجهر بالقراءة يكون أفضل، لأنه أيسط على القراءة وأجمع للذهن. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع عين صاد سين يسأل ويقول: سألني سائل وقد ماتت أمه، هل يصل أجر ثوابي
لقراءة القرآن إلى والدتي أو لا يصل؟ نعم، هل يصل أجر قراءة القرآن إلى المتوقع أو لا يصل؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. نعم، إهداء ثواب القراءة إلى الميت هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه غير مشروع لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد الدعاء للميت والصدقة عن الميت والحج عن الميت، هذه وردت الأدلة في وصولها إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. أما قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الميت قد أجاز بعض العلماء ذلك قياسا على ما ورد، ولكن الصحيح أنه غير مشروع لأن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على إهداء ثواب القراءة، ولكن المسلم يقرأ القرآن طلبا للثواب ويدعو للميت، يدعو للميت ويكون هذا موافقا لما جاء في الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. ومن قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تقول: أنا مصرية ومقيمة في دولة قطر، ورمزت باسمها بالحروف تاء عين. تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل نخرج الزكاة عن ذهب الزينة؟ حيث أن مقداره حوالي 400 جرام، وإذا كان تجد الزكاة هل تخرج أيضا عن الذهب الذي اشتريته لابنتي أو أهديته لها؟ وما هو مقدار النصاب في الذهب؟ وهل ينقص من مقداره حد النصاب أم لا؟ وهل نخرج عن السنوات السابقة؟ وإذا لم يوجد مال فماذا نفعل؟ هل نخرج من بلدنا أم من البلد الذي نحن مقيمون فيه؟ جزاكم الله خيرا. زكاة الحلي من الذهب أو الفضة المعد للاستعمال أو العارية إذا بلغ النصاب فأكثر فيه خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه لا زكاة فيه لأنه لم يعد للنماء، وإنما أعد للاستعمال مثل الثياب، مثل المسكن، مثل الدواب التي تركب والسيارة التي تركب، كل هذه ليس هي الزكاة. فكذلك الحلي لأنه من جملة المستعملات، وذهب بعض أهل العلم إلى وجود الزكاة فيه لعموم الأدلة ولأحاديث وردت خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي عموما، ومن أراد أن يزكيه اعتمادا على هذا القول خروجا من الخلاف وإبراء للذمة فهذا أحسن. أما مقدار النصاب فهو بالمفاصيل نصاب الذهب 20 مثقالا، وهي بالجنيه السعودي 11.5 جنيه تقريبا. وأما بالغرامات فمقدارها 62 غراما. جزاكم الله خيرا. معناته إذا كان هذا هو نصاب الزكاة 400 جرام عليها حينئذ الزكاة، ما زاد أن ما بلغ 62 غرام فأكثر فيه الزكاة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تسأل: إذا لم يكن لدي نقود فما الحكم؟ وهل أخرج في بلدي الذي أنا منه في الأصل أم أخرج في البلد الذي أنا مقيمة فيه؟ من وجدت عليه زكاة مال من حلي أو غيره فإنه يخرجها في البلد الذي فيه ذلك المال، البلد الذي فيه ذلك المال، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم.
وإذا لم يكن عند المسلم مال في الوقت الحاضر يخرج الزكاة منه فإن الزكاة تبقى في ذمته، فإذا أيسر فإنه يخرجها في البلد الذي فيه المال، وإن نقلها إلى بلد آخر لكونه قريبا من ذلك البلد أو لكون هذا البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء وينقلها إلى بلاد فيها فقراء أو هناك فقراء أشد حاجة، يجوز نقل الزكاة على الصحيح لغرض صحيح، لغرض شرعي صحيح. لا جزاكم الله خيرا. يبدو الشيخ صالح أنه مر عليها سنوات لم تزك حليها، فما هو توجيهكم لها وقد سألت؟ إذا في المستقبل إذا أرادت ما دام من اللبس والاستعمال، نعم فلا نرى أن فيه زكاة واجبة إلا من باب الاحتياط والخروج من الخلاف. طيب فتزكي للمستقبل إذا رأت ذلك، نعم. وأما الماضي فأما الماضي ليس عليها فيه شيء ما دام أنه في الاستعمال. بارك الله فيكم. تقول ذهبت لأداء فريضة الحج العام الماضي، وعندما ذهبت لرمي جمرة العقبة في يوم النحر نسيت وأنا أرمي الحصوات أن أتأكد من وقوعها في الحفرة، فهل علي شيء؟ لا بد من وقوع الحصى في الحوض، في حوض الجمرة. إذا لم تقع في حوض الجمرة فإنها لا تجري، وسواء بقيت في الحوض بعد وقوعها فيه أو تدحرجت وسقطت، المهم أنها تمر على الحوض. إذا مرت على الحوض أجزأت، وإذا كانت متأكدة أن هناك حصيات لم تقع في الحوض فإنها لذلك يجب عليها فدية، يجب عليها فدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على المساكين. أما إذا كانت رمت في جمرة وانتهت ولم يقع في نفسها شك إلا بعد ما انتهت وبعد ما رجعت إلى بلادها فلا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة. الحمد لله جزاكم الله خيرا. تقول بعد طواف الوداع اشتريت بعض الأغراض، فهل ما فعلته يفسد علي الحج؟ الاشتريات بعد طواف الوداع فيها تفصيل، إن كانت لحاجة السفر أو للهدايا التي يهديها القادم إلى أهله لا بأس بذلك ولا يؤثر على طواف الوداع. أما إذا كانت المشتريات للتجارة يعني اشترى سلعا للتجارة فإنه يعيد طواف الوداع. نعم. لا. أما الحج فالحمد لله. لا. هي تسأل عن الحج ككل. لا الحج لا يتأثر بهذا. الحمد لله سبحانه وتعالى أباح البيع والشراء في حج. بارك الله فيك. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والمراد بذلك البيع للتجارة في موسم الحج. الحمد لله. الحمد لله. إذا تنصحون كل من ودع أن ينصرف مباشرة في الصلاة؟ هو الوداع لا يكون إلا في النهاية بارك الله عند السفر، لكن لا مانع الذي كان يمر على سوق ويأخذ هدايا أو يأخذ شيء السفر يستهلكه بنفقة السفر لا يأخذ الحمد لله، أو يمر على المنزل يحمل العفش يطلع العفش منه أو يجلس يتغدى أو يشرب قهوة أو ما أشبه ذلك لا يأخذ الحمد لله بارك الله فيكم. تقول منذ عدة سنوات كنت أفطرت في شهر رمضان بعذر ولم أقلها حتى الآن لجهلي، وأيضا أفطرت وأنا صغيرة بدون عذر، فكيف توجهونني الآن؟ إذا كانت صغيرة لا يعني لم تبلغ فليس عليها الفطر، إذا كانت بلغت فإنها تكوي ما أفطرته ولو كان في زمان سابق، فإنها تكوي ما أفطرته في عدد الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير مقدار نصف ساعة من الطعام أو كيلو ونصف تقريبا عن كل يوم تدفعه إلى فقير عن التأخير الذي حصل له. بارك الله فيكم. تقول كانت حاملا ومنعت عن الحركة وألزموها بأن تبقى مستلقية فكانت تصلي وتؤثر بعينيها، فهل ما فعلته صحيح؟ إذا كانت حاملا وقرر الأطباء أن تبقى مستلقية ولا تستطيع الحركة لأن هذا يؤثر على جنينها أو على صحتها فهي معذورة
تصلي وهي مستلقية، لكن تكون رجلاها إلى القبلة، تكون رجلاها إلى القبلة وترفع رأسها يسيرا وتسير برأسها، تسير للركوع والسجود برأسها ولو يسيرا، وتجعل الإيماء برأسها للسجود أحفظ من الإيماء للركوع، تومئ برأسها وهي مستلقية بناء على حسب ما تستطيع. نعم جزاكم الله خيرا. نعم فإن كانت لا تستطيع الإيماء برأسها فإنها تومئ بطرحها للركوع والسجود. نعم جزاكم الله خيرا. المستمع مسعود أبو حامد من صامطة يقول: حلفت يمين بألا أعطي سيارتي لأي شخص نظرا للمخالفات التي يرتكبها بعض الناس إذا استعار من أحد سيارته، ولكني أفترضت فأعرف سيارتي لأحد الأشخاص، وحينئذ أعلم أنه وجب علي كفارة، لكن كيف تكون ولا سيما الإطعام؟ جزاكم الله خيرا. هو نذر أو حلف؟ يقول حلف. نعم إذا حلف أن لا يعطي السيارة لأحد، نعم، ثم إنه رأى أن يعطيها لمحتاج فهذا هو الأفضل. الأفضل أنه إذا حلف على ترك شيء من الخير أن لا يستمر على يمينه، بل من يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فإذا حلف الإنسان على ترك عبادة فإنه يستحب له، إذا كانت العبادة مستحبة إنه يستحب له أن يكفر عن يمينه وأن يأتي في عبادة، أما إذا كانت العبادة واجبة فإنه يجب عليه أن ينقض يمينه وأن يأتي بالواجب ويكفر عن يمينه. نعم والكفارة كما بينها الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله. نعم صيام ثلاثة أيام إذا كان فقيرا. نعم فقير. طيب أما إن كان يستطيع فإنه يطعم 10 مساكين بمقدار نصف من الطعام لكل مسكين، هو كيلو نصف لكل مسكين، يعني 15 كيلو على 10 فقراء. طيب أو كسوتهم كل واحد له ثوب، فإذا لم يستطع الإطعام أو الكسوة فإنه يصوم 3 أيام. هذا كفارة يمينه. نعم جزاكم الله خيرا. أحد المستمعين يسأل ويقول: أرجو تعريفي بموضوع الرشوة بصورة تفصيلية موسعة جزاكم الله خيرا. الرشوة هي المال الذي يدفع لمسؤول من المسؤولين على أعمال المسلمين من القاضي أو الموظف أو غير ذلك، فالذي يدفع للموظف الذي عينه ولي الأمر لمصالح المسلمين وإنجاز معاملاتهم ما يدفع إليه في مقابل عمله من قبل المراجعين يعتبر رشوة. قد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراسية والمرتسية. والرشوة عرفنا أنها هي المال الذي يدفع للموظف والمسؤول من أجل إنجاز أعمال المراجعين التي كلف هو في إنجازها، الواجب عليها أن ينجزها بدون أخذ شيء من المراجعين ومن الناس. والرشوة حرام وسحت، وهي من كبائر الذنوب، وهي تفسد الموظفين وتفسد المجتمع وتعطل الحقوق ويلزم عليها مضار كبيرة في المجتمع. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل: هل الإقبال يعم الرجال والنساء أم الرجال فقط؟ الإقبال في حق الرجال فقط، قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل ركابين فهو في النار. حديث: لا ينظر الله إلى من يجر إزاره خيلاء. فالإقبال ما نزل عن الكعب في لباس الرجل من ثوب أو مشك أو سروال أو جنطلون
أو إذار كل ما نزل من لباس الرجل عن ثعبه فإنه الإسبال المحرم. نعم. أما النساء فمطلوب منهن ستر أرجلهن وستر أعقابهن لأنهن عورة، فترخي المرأة في ثيابها وتغطي ظهور قدميها وتغطي أعقابها لأنها عورة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الختام، أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه.